طيب تعالوا بقى نرجع نكمل كلامنا عن النادي الاهلي وعن المنتخب. قبل اي حاجه لازم نقول ان النادي الاهلي هو المصدر الاكبر والرئيسي للمنتخبات الوطنيه، وعمره ما اتاخر عن تلبيه اي استدعاء لاي منتخب لاي لاعب في اي مرحله سنيه في اي رياضه او في اي لعبه من اللعبات، لان ده واجب وطني في المقام الاول وتشريف للنادي وللاعب في نفس الوقت طبعا. لكن هناك ضوابط لابد من اتباعها، وهي الحفاظ على مصلحه اللاعب وايضا على مصلحه النادي. طيب خليني اقول لك حاجه برضو علشان ما نيجي نتكلم في نقطه زي كده، احنا بنقول الكلام ده ليه اصلا؟ عشان لما تيجي كده تتكلم او تطرح هذا الموضوع بيبقى فيه شويه علامات استفهام هنا، تحديدا في ملف او استدعاء ايمن اشرف لمعسكر المنتخب. ليه؟ وفكره ان انت تقول له سافر لكينيا عشان يخوض مباراه، وبعد كده المباراه الاخيره كمان امام جزر القمر في التصفيات المؤهله، واحنا عارفين الوضع، يعني علامه الاستفهام هنا ممكن انت حتى توضح لنا يا كريم هي ليه احنا بنقول ان هو كان عنده اصابه. هو الحقيقه يعني هي مش علامه استفهام، هي اكتر من كده حبتين. يعني اول علامه استفهام هنا يعني هو الاصرار على ضم ايمن اشرف للمعسكر على الرغم من معاناته من خشونه في الركبه. كل التقارير الطبيه بتاكد هذا الكلام وبتقول ان علاجها هو الراحه التامه، لكن الجهاز الطبي للمنتخب الوطني قال ان اللاعب بامكانه اللعب. ما هي دي بقى علامة استفهام. علامة استفهام التانية، طب الجهاز الطبي للمنتخب يعني أعلن في اليوم التاني من المعسكر هناك إن أيمن أشرف بيخوض مرانا منفردا بسبب إن هو بيعاني من خشونة في الركبة. طيب الفكرة هنا أو الناس كلها كانت بتتساءل، يعني ما ده اللي إحنا قلناه من الأول، يعني لازم تكشف أو تكتشف ده بنفسك على أرض بقى الواقع، فكانت غريبة شوية. طيب ما هو كمان السؤال هنا، في لعيبة قالت إنها مجهدة، يعني اللعيبة نفسهم كانوا بيتكلموا كانوا بيقولوا ده، وإن هي ما انضمتش للمعسكر ان بره وخلصت القصه، قالت انا يعني عبرت ان هي فعلا مجهده، فحاجه برضو غريبه شويه، بس اعتقد في علامات لسه استفهام نكملها. جايلك اهو جايلك انت، بص يعني رزقك واسع. لا لا الموضوع ده فعلا غريب يعني شويه بصراحه. ثالث علامه استفهام يعني انجاز التعبير او التسميه هي ان بعد اعلان ان ايمن اشرف بيتدرب بشكل منفرد اوتوماتيك كده لازم نعلن انه مش هيسافر لكينيا، لانك كمنتخب ليه هتضم لاعب ممكن يلعب وممكن ما يلعبش، وانت في الاصل اصلا قدامك انديه مصر كلها يعني بتضم منها اي لاعب سليم ومعافى وقادر دون المجازفه بلاعب او بصحه لاعب ولاعب مهم كمان. بص بقى النقطه الرابعه، يعني اعتقد ايضا دلوقتي لما تيجي تتكلم كمدير فني للمنتخب اكيد كلنا نعلم انك بتدور على المصلحه العامه لكل الاطراف، ده ما فيهوش اصلا يعني شك، لكن لو لاعب هيلعب مباراه وممكن يغيب بسببها فتره طويله جدا وممكن كمان او لازم يتم استبعاده، لان يعني لو انا استبعده اقصد انا ممكن عندي بديل، هي دي النقطه، انا املك البديل، خاصه كمان نحن بنتكلم ان علاجه في الراحه، يعني اللاعب ده علاجه ان هو يرتاح، ف ليه ما نحطش مثلا في الاعتبار هنا مصلحه الاهلي؟ اعتقد غياب ايمن اشرف كمان لو هنتكلم تحديدا عن مباراه المريخ يعني بسبب الاصابه هيعمل مشاكل فنيه، لان احنا لو هنتكلم على الفريق عندنا ما عندناش ظهير ايسر لاصابه علي معلول ومحمود وحيد زي ما كنا بنتكلم انا وكريم في بدايه الحلقه وزي ما كلنا عارفين، يعني فحاجه بصراحه غريبه شويه. او بعدين قبل كده ما هو موسيماني نفسه رفض المغامره بايمن اشرف في مباراه الاسماعيلي ومنحه وقت كافي للراحه، اعتمد مكانه على بيكهام في مركز غير مركزه عشان خايف عليه، عشان يعني بيدخره أو بيوفره أو بيجهزه لمباراة بيتا كلاب وأبعده عن التدريبات، وعلى الرغم من ده لعب مباراة بيتا كلاب وتم استبداله برضو بسبب خشونة الركبة. يعني الصورة واضحة وبينة قوي، ده الغريب اللي في الموضوع. أنا بتفق معاك جدا، وفي الأول وفي الآخر بس هو هيبقى التساؤل، يعني إحنا شايفين كل الشواهد شايفين كل التقارير دي، طيب نغامر ليه؟ يعني لو حد عنده إجابة يقول لنا، يعني لأن دي أدينا طرحنا علامات استفهام كتيرة جدا، وما أعتقدش أنا وكريم بس اللي بنطرحها في البرنامج، يعني ناس كتير جدا والاستوديوهات التحليلية والبرامج المختلفة الرياضية ومن الزملاء يعني على القنوات الأخرى أعتقد برضو تحدثوا عن هذا الملف وطرحوا تقريبا نفس الاستفسارات. فلكل حال إحنا أكيد برضو هنرجع نقول بنتمنى التألق للمنتخب والتأهل بإذن الله. وعلى صعيد